جزيرة فانكوفر مأوى لأحد أكثر النظم البيئية تنوعا في العالم، قمم جليدية، غابات استوائية شديدة القدم، محيطات مغذية غنية، وشبكة معقدة من الأنهار والجداول تغذي برية لا مثيل لها. لكن في كل عام يواجه مستوطنوها مرحلة من الفيضان عند انتهاء الصيف واقتراب فصل الشتاء. يتركز اهتمام المخلوقات التي تقطن هنا على أمر واحد: البقاء. الحياة على جزيرة فانكوفر يجب أن تتأقلم وتستعد لمواجهة فصول متغيرة. جزيرة فانكوفر شمال غرب المحيط الهادئ. قناة ضيقة هي كل ما يفصلها عن الساحل الغربي لكندا. بطول 460 كيلومترا تغطي مساحة قدرها 32 ألف كيلومتر مربع. الربيع والصيف، هذه أوقات الوفرة. تجري الأنهار بحرية والغابات وافرة الطعام. لكن مع تغير الفصول تتغير الحظوظ. بداية الخريف تحدد تغيرا لكل الحيوانات التي تقيم على الجزيرة. باقتراب الشتاء تجبر الحيوانات على اليابسة أو في البحر على التأقلم أو الاستعداد للمغادرة. النجاة من الفصل المقبل تتطلب براعة، صبرا، وحظا. يقترب فصل الصيف من نهايته على شواطئ جزيرة فانكوفر، ودرجات الحرارة شرعت بالانخفاض. بالنسبة إلى أحد أكبر ثدييات الجزيرة، لعبة الانتظار بدأت. أكثر من 7000 دب أسود عليها أن تخزن للشتاء المقبل. لكن الوارد من التوت غذاؤها الصيفي ينقص. على أولئك المتغذين الانتهازيين البحث عن طعام آخر ليكفيها في الأوقات الصعبة. الفصول تتغير، والآثار هذه لا ترى على اليابسة فقط. في الصيف مياه المحيط الهادئ المحيطة بالجزيرة مليئة بالبروتينات المغذية. لكن الآن مع اقتراب الشتاء العوالق الغزيرة بدأت تقل، وأفواج صغيرة من أسماك رنكة المحيط الهادئ تجتمع لتتغذى بما تبقى منها. هذه الأسماك وجبة غنية بالطاقة للطيور الغواصة كطيور الأوك هذه. عندما تشفل هذه الأفواج، ردها الغريزي هو التجمع إلى اليمين لتشكل كرة واقية تدعى كرة الطعم. إنها مسألة أمان في المجموعة، لكن أولئك خارج الكرة قد يكونون أقل حظاً.
هذا المفترس معروف بتفضيله للسمك. الحيتان القاتلة أوركينوس أوركا تزن ما يقارب 6000 كيلوغرام وتجوب سواحل الجزيرة في جماعات تصل إلى 40 فرداً. تعرف أيضاً باسم أوركا، لديها فكوك قوية مسلحة بعشرين زوجاً من الأسنان المتشابكة بطول 10 سنتيمترات، لكونها تصطاد بقطعان تدعى غالباً باسم ذئاب البحر. فيما لا تأكل مجموعة الحيتان القاتلة المقيمة إلا الأسماك، هذه المجموعة الزائرة تبحث عن فريسة أكبر بكثير. أسود البحر ستيلر سميت تيمناً بعالم الطبيعة الألماني جورج فيلم ستيلر الذي وصفها عام 1742 أكبر أسود البحر، قد تصل إلى أكثر من 3 أمتار وتزن أكثر من 1000 كيلوغرام. على عكس معظم الفقمات الحقيقية أو الزاحفة، أسود البحر لديها آذان مرئية وهي غالباً أكثر تصويتاً من نظرائها. كما أنها قادرة على السير على زعانفها الأربع. قد تبدو أسود البحر بطيئة على اليابسة، لكنها تصبح رشيقة وسريعة في الماء. الطيور البحرية على السطح تشير إلى وجبة محتملة. بسرعة تبلغ حوالي 30 كيلومترا في الساعة، تستطيع الانعطاف للإمساك بفريستها. لكن كرة طعم كهذه تقدم وجبة سهلة. قد تكون سريعة، لكن السطح مكان خطر للتباطؤ. هناك قتلة في العمق. متربصة من الأسفل توهن الحيتان القاتلة فريستها، متجنبة فكوك أسود البحر القوية ومكتسبة وجبة غنية بالحريرات، وهي تكفي الحوت من يومين لثلاثة أيام. على اليابسة يستمر البحث عن مؤن الشتاء. جزيرة فانكوفر لديها أحد أكثف تجمعات الدببة السود في العالم. إنها أكثر قتامة من دببة البر وأكبر قليلاً، تزن حتى 275 كيلوغراماً. بالرغم من أنها نباتية في الغالب، لكنها تكيفت مع استغلال منطقة المد والجزر الغنية بالأغذية. بجزر منخفض توجه هذا الدب نحو الشاطئ بحثاً عن شيء واحد، سرطانات الشاطئ. بحاسة شم أقوى 7 مرات من الكلب البوليسي، يلتقط الدب الرائحة ويستخدم مخالبه الطويلة المعقوفة لرفع الحجارة والصخور. كل شهر يتقلب مدى المد والجزر. المد الأكبر يحدث يوم القمر الجديد، عندما يكون القمر والشمس في الجهة نفسها بالنسبة إلى الأرض. يدعى هذا المد العالي للدلالة على التغيرات الكبيرة في المياه. خلال هذا الجزر الكبير تكشف مساحات واسعة من الشطآن.
على النباتات والحيوانات النجاة حتى المد الكبير التالي. خلف تلك الشطآن الشعب الصخرية المغمورة بالماء حول جزيرة فانكوفر تكون جنة ملونة من المياه الباردة، موطناً للكثير من المخلوقات البحرية. في أماكن التيارات الثابتة تزدهر الحيوانات المتعددة على العوالق متكلة على التيارات لتأمين كل ما تحتاجه. ديدان منفضة الريش تلوح بمجموعات من المجسات الدبقة ملتقطة جزيئات الطعام أثناء مرورها. القشريات تمسح العوالق بأرجلها التي تشبه المروحة. بسبب مياه المحيط الهادئ الغنية بالغذاء تنمو نجوم البحر لأحجام هائلة. البعض مثل نجمة بحر عباد الشمس يمكن أن تصل إلى طول متر واحد. يمكن أن تمتلك هذه العمالقة حتى 20 ذراعا ناعمة مرنة مغطاة ب15,000 قدم أنبوبية. إنها سريعة على نحو مفاجئ نسبة إلى نجم البحر. صيادون نهمون يبحثون عن الرخويات وحلزونات البحر بسرعة تصل إلى 5 أمتار في الدقيقة. في الأسفل هنا قد يكون التمويه مفتاح النجاة. أرجل سرطان القلب الخشنة تساعده على الاندماج في الصخور. قنافذ البحر تعتمد على أشواكها المهددة في صيد المفترسين. قريباً ستنخفض درجات حرارة المياه إلى 5 درجات مئوية وتيارات الشتاء ستسبب حركة المياه للأسفل دافعة المياه الغنية بالغذاء إلى أعماق أكبر. على الحياة البحرية في جزيرة فانكوفر العمل بجد أكثر لإيجاد الطعام. فيما يستعد البعض لانتظار انتهاء الشتاء، آخرون على وشك الشروع برحلة شاقة. الحيتان الحدباء خامس أكبر حيوان على الكوكب. يمكن أن تصل إلى 19 متراً طولاً وأن تزن حتى 36,000 كيلوغرام. هيكلها الضخم مدعم بمدارس أسماك صغيرة وأفواج من القشريات التي تشبه القريدسة تدعى لكريل. مستهلكة ما يقارب 1,000 كيلوغرام يومياً، هذه الحيتان العديمة الأسنان تستخدم مجموعة من الشعيرات لتحرض لوحات البيلن لتصفية الطعام عن الماء. تمضي هذه الحيتان الحدباء كل شتاء في المياه الدافئة في المكسيك وهاواي التي تبعد حوالي 4,000 كيلومتر. هنا تتكاثر قبل العودة إلى مياه جزيرة فانكوفر الغنية بالطعام برفقة صغارها. على شواطئ متنزه مقاطعة ماكين البحرية تختلط مياه البرك المشبعة بالكبريت المغلية مع أمواج المحيط. هذا الجزء من الشاطئ يقع في صدع في القشرة الأرضية. صاع
صدع كبير يمتد عميقا تحت السطح. أثناء عبورها بين طبقات الصخور تسخن المياه بفعل الحرارة الجوفية لتصل لأكثر من 100 درجة مئوية قبل أن يجبرها الضغط الشديد على الصعود إلى السطح مجدداً لتصل إلى السطح أخيراً بحرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية تمر عبر سلسلة من البرك الصخرية قبل الوصول إلى البحر. فيما تغلي المياه على مستوى البحر على ارتفاع 2000 متر يمكن أن تجد الجليد على مدار السنة على العديد من أعلى القمم. تكون جزيرة فانكوفر حصل عبر اصطدام مجموعة من الصفائح البركانية والتكتونية، لكن كان للتجميد دور أساسي أيضاً. قبل نحو 10,000 عام كان كوموكس فالي مدفوناً تحت غطاء جليدي بسمك أكثر من كيلومتر. أثناء حركتها حفرت الطبقات الجليدية معالم مهمة في الأرض حافرة الوادي في الأسفل. المناخ أصبح دافئاً في النهاية وذابت صفائح الجليد معظمها على الأقل. على المنحدرات الحادة في الأسفل مخلوق يستثمر شمس الخريف قبل أن ينام الشتاء. مرموط جزيرة فانكوفر هو الأندر في العالم، وصلت أرقامها في إحدى المراحل إلى 25 فقط، فيما تتعدد معرفة السبب المباشر لهذا الهبوط. يعتقد أن التغيرات في شكل الأرض يمكن أن تكون قد أدت إلى عدم التوازن بأعداد المفترس والفريسة. بفضل خطة إصلاح بالتوالد في الأسر ثم الإطلاق بدأت أعدادها بالارتفاع ببطء. أحد أكبر أفراد عائلة السناجب تقريبا بحجم القطة المنزلية ويزن حوالي 5 كيلوغرامات. المستعمرات الأسرية تتكون من حوالي 6 أفراد. بالحياة على ارتفاع 1000 متر عليها مضاعفة كتلها خلال أشهر الربيع والصيف عند توافر الطعام. في الأيام القليلة المقبلة سيدخل المراميط في سبات شتوي ليمضوا من 7 إلى 8 أشهر تحت الأرض. ستتباطأ قلوبها حتى 3 أو 4 ضربات في الدقيقة الواحدة. عندما تعاود الخروج في أبريل ستكون قد خسرت ثلث وزنها. صفرة حادة تنبه العائلة للخطر. أفراد آخرون ينقلون التحذير ليصنعوا صدى ينتشر عبر الوادي. طائر يدور في الأعلى قد يكون نسرا ذهبيا ويمثل تهديدا، لكن هذا المفترس بالتحديد يفكر في وجبة أخرى. النسر الأمريكي، النسر الأصلع، هو النسر الوحيد الفريد في أمريكا الشمالية. بالرغم من تسميته هو ليس أصلع، وعلى عكس النسر الذهبي لا يصنف نسرا حقيقيا لأن الريش لا يغطي أرجله بالكامل. امتداد جناحيه يصل إلى أكثر من 2 متر وقد يزن أكثر من 6 كيلوغرامات. برؤية حادة، منقار خطاف محكم وأقدام مخلبية قوية، النسر الأمريكي مفترس ممتاز.
اختصاصه هو صيد السمك، حيث يمثل السمك حوالي 90% من غذائه. لكن هذا يتطلب الكثير من الطاقة، ويعتقد أن واحدة فقط من كل 18 مهمة تنتهي بفريسة. لم يكن هذا الصباح من الصيد لهذا النسر الأمريكي ناجحاً. بما أن النسور لا تتعرق، تستخدم اللهاث لتنظيم حرارتها الداخلية. بالتقاطه رائحة طعام قريب، يتحرك النسر. السمك الميت أو المهمل يمثل النسبة الأكبر من غذاء النسر. يحجب غنيمته عن المفترسين الآخرين بحركة تدعى الحجب. الجبال في سلسلة فانكوفر تمتد على طول الجزيرة، مشكلة بعض شلالات كندا الأكثر إدهاشاً. شلالات ديلا هي أعلى شلالات في كندا، متدحرجة لأكثر من 440 متراً على جرف حاد الانحدار لتصل إلى درينك ووتر كريك في الأسفل. بتغذية من الثلج وذوبان الجليد من القمم، تنقل هذه الشلالات المياه العذبة إلى شبكة من الأنهار، البحيرات والجداول التي تشطر الجزيرة. أودية الأنهار هذه موطن إحدى أهم الأشجار على الجزيرة، الأرز الأحمر الغربي. هذه العملاقة بمحيط يبلغ أكثر من 18 متراً وارتفاع حوالي 60 متراً. إنها أكبر شجرة في كندا وإحدى أكبر أشجار الأرز الأحمر في العالم. يقدر عمرها ب 2500 عام، وهي إحدى أكبر الكائنات الحية في الكوكب. مقاومة الأرز الأحمر الطبيعية للتعفن وأضرار الحشرات جعلتها ذات أهمية كبيرة لمستوطني الجزيرة الأوائل. الحضارة القديمة تبقى على قيد الحياة بالتاريخ المحكي والاحتفالات. أسلافهم اعتمدوا على السلمون للبقاء، منتظرين بفارغ الصبر عودتها إلى الأنهار كل خريف. ما زالت الأسماك جزءاً مهماً من تراثهم الثقافي. يعتقد النامجيس أنه منذ زمن بعيد، عندما كان العالم حديثاً، تواصل كائن مع رجل. سأله إن أراد أن يكون جبلاً. رفض الرجل، لأن الجبال يمكن أن تنزلق وتتفتت. سئل بعدها إن أراد أن يكون شجرة أرز، أجاب لا، لأن الأشجار يمكن أن تنقسم، تسقط وتتعفن. وعندما سئل إن أراد أن يصبح صخرة، الجواب كان نفيا أيضا، الصخور تتصدع وتتفتت. أخيراً، عندما سئل إن أراد أن يكون نهراً، أجاب الرجل بنعم. دفع الكائن بالرجل قائلاً: ستكون نهراً ما دامت الشمس تشرق على العالم، وستكون مليئاً بالسلمون كي لا يجوع أحفادك. النهر أصبح الأكبر في جزيرة فانكوفر، وسمي في النهاية نامجيس.
يدعى الآن باسم آخر، نهر نامكش. إنها أوائل أكتوبر، والدبابة السوداء في جزيرة فانكوفر تطوف الأنهار بحثاً عن الأسماك. في هذا الوقت من السنة يمكنها أن تمضي 20 ساعة من اليوم باحثة عن الطعام. تستطيع هذه الدببة تسلق الأشجار بسهولة، الركض بسرعة أكبر من 50 كيلومترا في الساعة، والسباحة لمسافات طويلة. لكن بالرغم من هذه السمات المبهرة، اصطياد الأسماك في هذه البرك العميقة ليس بالأمر السهل. على نهر إنجليشمان، أحد المخلوقات يحظى بحظ أفضل في بناء احتياطات للشتاء المقبل. القنادس أكبر القوارض في أمريكا الشمالية، حيث يصل طولها لأكثر من 1 متر. يمضون أيامهم ببناء سدود في مناطق جريان الماء البطيء. تفيض الأنهار في النهاية مشكلة بركا هائلة الحجم. هذه البرك تؤمن ماء راكدا عميقا للحماية من المفترسين، وفيها ينقل الطعام ومواد البناء. القنادس تأكل أوراق الأشجار واللحاء الداخلية للأشجار والشجيرات، لكنها تقطع أشجارا كبيرة جدا من أجل البناء. أسنانها الأمامية لا تتوقف عن النمو، وهذا القضم المستمر يحد من طولها الزائد. المساحات الكبيرة الهادئة في برك القندس تحتجز المغذيات المتدفقة مع التيار، مشكلة مسكنا مثاليا لللافقاريات المائية، التي بالتالي تؤمن فرصا من الطعام للأسماك أكبر منها في التيارات السريعة. هذه الظروف تؤدي دورا أساسيا في جذب أحد أنواع الأسماك نحو الجزيرة. شمالا في جونستون ستريت، سلمون المحيط الهادئ بدأ بالتجمع. كل عام 500,000 سمكة سلمون تترك البحر لتعود إلى مناطق تكاثرها في الأنهار في أمريكا الشمالية. جزيرة فانكوفر هي هدف ملايين تلك الأسماك المصممة. في الداخل، الدبابة السوداء متلهفة للقائها. في طرف الجزيرة الجنوبي يقع متنزه إيست سوك. 1400 هكتار من الحياة البرية والأراضي الساحلية المحمية. إشارة أخرى لتقدم التغير سريعا، هذه المرة من السماء. كل خريف مئات من النسور الرومية تجتمع صانعة مشهدا فريدا. إنها أسياد الطيران المرتفع، مستثمرين التيارات الصاعدة وتيارات الحرارة الصاعدة لتبقيها عالية. بالرغم من أن نظرها ممتاز، إلا أنها تعرف لقدرتها على تحديد مكان الطعام من رائحته. الجزء المتحكم في هذه الحاسة من دماغها أكبر ب3 مرات منه في الطيور الجارحة الأخرى. لا تملك النسور الرومية وتيرة أنفية الحاجز بين فتحتي الأنف،
هذا يسمح للمزيد من الهواء بالعبور، ما يساعدها على اكتشاف الجثث المتحللة من بعد كبير. تمثل الرمة الجزء الأكبر من غذائها بسبب افتقارها للمنقار الحاد والمخالب التي تستخدمها الطيور الأخرى للصيد. بحمض معدي يعتقد أنه أقوى 100 مرة من حمضنا المعدي، ضرورة للحد من الأمراض. حتى الجمرة الخبيثة تقتل عند تناولها إياه. بالرغم من غذائها المتفسخ، النسور الرومية من أكثر الحيوانات نظافة. رأسها العديم الريش وتهذيب ريشها المستمر يبقيان الجراثيم والميكروبات في حدها الأدنى لتجف وتنظم حرارتها وتتخذ وضعية فرد الجناح التي تساهم أيضا في قتل الجراثيم. بمعدة ممتلئة حان الوقت للانضمام إلى السرب للرحلة جنوبا. أفواج السلمون وصلت إلى الداخل باستخدام حقل الأرض المغناطيسي كبوصلة تشق طريقها نحو مسقط رأسها. عندما تقترب تدلها حاسة الشم على المكان الذي فقصت فيه بالتحديد. لكنها لم تصل بعد، تتوقف للاستعداد لمواجهة العقبات العديدة أمامها. أجساد منتفخة بالبيض وهبات البحر، ولدت هذه الأسماك لتعود إلى مناطق تكاثرها، ولن يوقفها عن ذلك إلا الموت. تتسابق عكس التيار وتدفع نفسها أعلى الشلالات. الموجات المتقلبة في القاع تقدم إليها مزيدا من العون في محاولاتها. هذه فقط الأولى من الكثير. بعض منحدرات الأنهار والشلالات التي ستواجهها ستقصي كل السلمون باستثناء أقواها. القفزات الأولى نادرا ما تنجح. لكن هذه الأسماك مصممة. في النهاية تنجح المثابرة. مستوى الطاقة حاسم إن أرادوا الوصول إلى نهاية الرحلة. أسماك السلمون هذه لم تأكل منذ غادرت البحر، تعتمد فقط على مخازن الدسم التي جمعتها في المحيط للاستمرار في الرحلة. بالنسبة إلى البعض بدأت الرحلة تنهكها. التوقف لحظة قد يكون خطأ فادحا، وخاصة في منطقة دببة سود. الدببة السود نوع واحد من 137 نوعا يعتقد أنها تعتمد على سلمون المحيط الهادئ للبقاء.
لكن هناك فقط نافذة ضيقة للاستفادة من تدفق الطعام هذا. فيما تفيض الأنهار بأسماك السلمون في طريقها إلى مناطق تكاثرها، تبحث الدبابة عن مساحات سطوح متكسرة من النهر تدعى المنحدرات. هذه مناطق الاختباء المفضلة لسمك السلمون. لكن بينما تخبئ هذه المنحدرات السلمون من المفترس، فهي أيضا تخبئ المفترسين من السلمون. مع بعض التدريب يمكن أن يقترب منها ليجري التقاطها من الماء بسهولة. تؤدي الدبابة السود دوراً فريداً في دعم النظام البيئي لجزيرة فانكوفر. خلال مرور السلمون يمكن لكل دب أن يحمل مئات الكيلوغرامات من السلمون خارج النهر وإلى الغابة لاستهلاكها. تركز على الأجزاء الدسمة على نحو خاص، الدماغ، البيوض، الجلد، عضلات الظهر. أحياناً تأكل ما لا يتجاوز 5% من كل سمكة تصطادها. الانتقاء في الطعام يساعدها على مضاعفة وزنها بحلول الشتاء، لكن له تأثير مهم في الأرض المحيطة. عند تحلل الجثث المهملة يمتص النبات المحيط النيتروجين، الفوسفور والأغذية الأخرى. حتى 70% من النيتروجين في بعض المناطق يأتي من الأسماك مباشرة. الأشجار على ضفاف الأنهار المليئة بالسلمون قد تنمو أسرع بثلاث مرات من تلك التي تنمو قرب الجداول الخالية من الأسماك. أمطار الخريف تأخرت كثيراً، والكثير من مسارات جزيرة فانكوفر المائية تسير بتدفق منخفض. ينتظر السلمون بصبر، ممنوعاً من الوصول لمناطق تكاثره. لكن التغيير الأخير في الهواء. حتى الدبابة السود تستطيع الشعور به. بسرعة أصبحت الأنهار بتدفقها الكامل. هذه الأسماك قد تكون قطعت 6400 كيلومتر. دفعة أخيرة ستصل بها إلى غايتها. يبدأون بالتحرك، والدبابة كذلك. أخيرا وصل الطعام الذي كانت تنتظره، وستعمل بجد لاصطياده. يستطيع كل دب استهلاك 20,000 وحدة حرارية في اليوم أثناء التخزين للشتاء. ويعتقد أن نصف السلمون في هذه الجداول لن ينجو. بالنسبة لأولئك الذين يتمكنون من تجنب الدبابة والوصول إلى غايتهم، فإن تحديا أخيرا بانتظارهم. بعد رحلتها الملحمية، الذكور هزيلة من الجوع بظهور حدباء بشعة، فكوك معقوفة وزعانف مهترئة.
الكثير من الإناث مغطيات ببقع بيضاء من الجلد المكدم والتالف. لحسن الحظ لقد اقتربت من نهاية مهمتها. الآن تتشاجر الإناث بعضهن مع بعض على أماكن التعشيش. تأخذ الذكور أماكنها في الخلف مستعدة لمواجهة المنافسين. في النهاية تختار الأنثى اللحظة المناسبة وتضع دفعة من البيوض. يتحرك الذكر مباشرة لتلقيحها. ستضع نحو 4000 بيضة في سلسلة من الأعشاش مغطية كل واحد بحصى لحمايتها من المفترسين ولمنعها من الانجراف. من كل 4000 بيضة سلمون يفقس 800 بيضة. مئتان فقط تنجو في رحلة العودة إلى البحر، واثنان فقط منها ستعودان إلى مناطق تكاثرها لتكملا الدورة. بوصولها إلى هنا تلك الأسماك الناضجة هي الناجية النهائية. مهمتها انتهت. عملها الأخير يحدد نهاية حياتها. قدمت كل شيء للتكاثر مرة واحدة فقط. بسبب مزيج من الإرهاق وآثار الانتقال من الماء المالح إلى العذب، تتنفس آخر أنفاسها في الجداول نفسها التي بدأت فيها. موتها سيحرر مغذيات لتطعم شبكة الطعام المائية التي بدورها ستغذي الجيل التالي من سلمون المحيط الهادئ. بتضحيتها بأجسادها تضمن بقاء زخم الحياة على جزيرة فانكوفر خلال الشتاء المقبل. الشواطئ، الغابات وقمم الجبال في جزيرة فانكوفر موطن لحشد كبير من المخلوقات، وتدعمها بشبكة من الأنهار والجداول التي تحمل الوقود لكثير من أنواع الحياة. لكن في كل عام باقتراب الشتاء على الحيوانات على اليابسة وفي الماء مواجهة أكبر تحدياتها. باستثمار الفرص عند وجودها تحارب حيوانات جزيرة فانكوفر للنجاة من فصول التغير هذه.